دخلت المسجد يوم الجمعة متأخرا ولم أدرك الخطبة، بل أدركت الركعتين وزدت ركعتين، أي صليت 4 ركعات ظهرا، هل فعلي صحيح؟ إذا كنت مسافرا، إذا كنت مسافرا ففرضك ركعتان قصر، تنوي الظهر وتصلي ركعتين قصر على أنها ظهر مقصورة. أما إذا كنت مقيما في مكة أو لست مسافر وجئت بعدما رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنك تنوي الظهر تدخل مع الإمام، فإذا سلم تقوم وتأتي بصلاة الظهر 4 ركعات. أما إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية قبل أن يرفع رأسه من الركعة الثانية فتدخل معه بنية الجمعة، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة تكميلا لصلاة الجمعة. نعم.